في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إنها العشر المباركات، إنها العشر المباركات وليالي العشر. ومن فضائلها ومنزلتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الأمة على صيام يوم عرفة الذي هو خير أيام العام على الإطلاق. شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيامه لغير الحاج وقال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فينبغي أن يحرص المرء على صيامه. ومنها ذكر الله تعالى والتكبير. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهي أيام العشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إنها عشر ذي الحجة أفضل أيام العام، عشر ذي الحجة أفضل أيام العام، عشر ذي الحجة أفضل أيام العام، عشر ذي الحجة أفضل أيام العام. أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي. I love you, Allah.